السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمركز أو مجمع سياحي من نوع أكوا بارك مائي، إذن يقع في شرق مدينة وهران في المنطقة كريستال، ما يسمى بكريستال، وهي تبعد حوالي 10 كيلومترات على وهران. واللي نشوف هنا المركز هذا يعتبر يعني جميل جدا، على يقع بالشاطئ، يعني قرب الشاطئ، إنجاز ينضاف إلى عدة حظائر مائية موجودة في غرب الوطن وفي تيموشنت وفي مستغانم. إذن الشيء جميل أن تكون لدينا مثل هذه المنشآت للعائلات الجزائرية في وطننا. نترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.